الحقيقة هناك كثرة في عدد الموظفين والمنتدبين في القطاع العمومي بشكل كبير، وبالموازاة مع ذلك فما ضعف مساهمة في الناتج الوطني الخام. بالموازاة مع السياق السياسي الانتقالي، مع موقف المواطنين وموقفه من الإدارة، كانت هناك العديد الضرورات التي تحتم التفكير في إصلاح الإدارة. وقع الإدارة التونسية يتمثل في الآتي: أنه عندنا إدارة مثل إرث للبيروقراطية الفرنسية اللي تعود لفترة الحماية وفترة الاستعمار، هي جهاز إداري متضخم جداً يشهد تعقد وتشعب وكثرة إداراته وهياكله. واقع آخر للإدارة التونسية أنه ارتفاع مهول لعدد الموظفين بالإدارة التونسية التي تعد في تونس يعني من أكثر الدول التي تشغل في مجال الوظيفة العمومية. الشيء الآخر ممكن نتحدث فيه على واقع الإدارة التونسية هو انتشار مظاهر الفساد والمحسوبية والتسيب. نشهد أيضا تخلف المنظومة التكنولوجية والرقمنة داخل الإدارة التونسية، مما يجعلها غير كفأة وغير ناجعة وغير متواصلة مع التقنيات الموجودة وخاصة التي يمتلكها الشباب اليوم. هناك المسألة الثانية أنه الإدارة التونسية تعودت على نوع من التفكير المركزي شديد المركزة، بحيث لا يوجد يعني هوامش للتصرف ولأخذ القرار على مستوى الإدارات المحلية والجهوية، وكل شيء يعني يبقى يعود إلى المركز لاتخاذ القرار، مما يطيل من الإجراءات ويؤدي بالطبع يعني إلى تعطل تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات في مجالات الاستثمار والتنمية. إلى جانب ضعف التأطير داخل الإدارة التونسية، وهذا يعود بالأساس إلى ضعف منظومة التكوين غير محينة، وهو يفقد يعني الكم الهائل من الموارد البشرية شيء من النوعية في الأداء وفي التطور الوظيفي. عملية الإصلاح الإداري تتم في إطار تشاركي، في إطار تواصلي مع بقية مكونات المجتمع المدني، مع القطاع الخاص، مع النقابات. كل هذه عوامل ستساعد على إعادة التفكير وصياغة نموذج جديد للإدارة التونسية التي ترضي الجميع من ناحية وتستجيب لمتطلبات الدستور التونسي الجديد.